اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. في موسم الصيف جميع النباتات تقريبا بتعاني من ارتفاع درجات الحراره، وخصوصا هذه الايام اصبحت درجات الحراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه في مثل هذا الوقت من العام. ده بيؤدي الى ضعف عام في النبات وقله في النمو. بلاقي النبات بطيء جدا في النمو، صغر حجم الاوراق وعدد الاوراق اللي هو صغر المجموع الخضري، ضعف انتشار الجذور والجذور بتكون صغيره وضعيفة جدا، النبات بيعاني جدا وقد يحدث له ذبول او جفاف. بلاقي فيه تساقط في الازهار وضعف كبير جدا في عقد الثمار، كمان بلاقي عدد الثمار قليل وحجم الثمرة صغير. كل ده ناتج من الاجهاد الحراري. في البداية بقدم كل الشكر للأستاذ إيهاب محمد والأستاذ صلاح الديب على انتسابهم للقناة وتقديمهم دعم مادي للقناة. الحقيقة ده اداني تشجيع كبير جدا جدا، هو دعم معنوي أكتر كتير جدا من الدعم المادي. ده هيدفعني لتقديم كل ما هو مفيد بإذن الله للقناة ولحضراتكم. هنعمل مع بعض محلول هيساعدني على التغلب على كل هذه الظروف. هيديني نبات قوي جدا، سريع النمو، في زيادة كبيرة جدا في حجم وعدد الأوراق، زيادة في التفرعات، زيادة في عقد الثمار وعدد الأزهار، هيديني كمان زيادة في محصول الثمار وزيادة في حجم الثمرة. محلول النهاردة بيتكون من الماء مع فيتامين سي أو الاسكوربيك أسيد، والحقيقة الاسكوربيك أسيد أو فيتامين سي ممكن تحصل عليه من الصيدلية وأسعاره رخيصة جدا في متناول الجميع. بيوجد على هيئة كبسولات أو أقراص أو أقراص فوارة. اي نوع من هذه العبوات بينفع معايا، انا يهمني جدا هي الجرعة او الدوز. انا باخد قرص 500 ملي جرام وبدوبه في لتر ماء. الحقيقة اتعملت ابحاث على ال 250 ملي جرام وعلى 500 ملي جرام، والنتائج كانت مبهرة جدا بالنسبة لاستخدام 500 ملي جرام لكل لتر ماء رشا. وكمان هو ايضا جاب نتائج كتسميد، لكن هو نتائجه المبهرة كانت على هيئة او عن طريق رشه كما ترون. ده قرص فوار من فيتامين سي 500 ملي جرام، دوبته فيه لتر مية، وبعد ما استكمل اذابته اخده بعد كده واعبيه في بخاخة. انا عايز اقولك لو انت دخلت على جوجل وكتبت اهمية فيتامين سي للنبات، هتجد ابحاث علمية موسعة جدا عن اهمية فيتامين سي للنبات. الحقيقة ان فيتامين سي بيعتبر هو بالظبط زي الاوكسين وزي السيتوكاينين اللي هو الهرمون الطبيعي اللي النبات بينتجه. دي تجربة عملية اجرتها على فاكهة البيبينو، هي فاكهة استوائية بدأت في الانتشار مؤخرا. الحقيقة كانت بتعاني من ضعف عام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. الفاكهة دي بتحتاج ل يعني عملية تغطية او تظليل في الصيف لانها لا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. فكانت بتعاني من الجهاز الحراري، كانت بتعاني من الاصابه بديدان الاوراق، هنلاقي في تاكل في الاوراق هنا واضحه جدا دلوقتي هوريها لكم. كانت بتعاني من التفاف الاوراق نتيجه لارتفاع درجات الحراره، تبدا الاوراق تلتف عشان تقلل النتح. بعد الرش بالاسكوربيك اسيد المنظر اتغير تماما، الاوراق اصبحت خضراء غامقه كما ترون، حجم الورقه اصبح كبير، الورقه بدات تغلب، شايفين التاكل اللي هو في الاوراق ده نتيجه للاصابه بالديدان. الورقه بدات تغلب على كل الاجهاد اللي هي كانت بتتعرض له، سواء كان اجهاد حشري او اجهاد حراري. كمان ده لو تذكروا يعني نبات الياسمين اللي انا عملت عليه فيديو عن تاثير ضعف الماء او قله ماء الري في الصيف على النبات وازاي بتؤدي الى ذبول مؤقت للنبات، وشفنا النبات كان بدا كل اوراقه تتهدل واوراقه تكون صفراء نتيجه للعطش. الحقيقه بعد ما سقيت النبات وبدا يسرد قوته وعافيته، رشيته بالاسكوربيك اسيد زي ما انتم شايفين كده الورقه اخضرت جدا، حجم الورقه كبير، ورقه ياسمين بلدي بالشكل ده يا جماعه، ده يعني حاجه مبهره. هنبدأ هنا نطبق بقى المحلول، محلول اسكوربيك اسيد او فيتامين سي على نبات السيلفيا الحمراء. شايفين نبات الوضع العام بتاعه كده، فيه اصفرار في الاوراق، الازهار فيها نوع من الضعف وقلة التزهير. الوضع العام بتاع النبات صراحة يعاني جدا من الاجهاد الحراري، لكن ان شاء الله بعد الرشة ديت النبات هيستعيد عافيته وهيكون وضعه افضل بكتير، كما رأينا في نبات البيبينو او فاكهة البيبينو زي ما شفنا في نبات الياسمين البلدي.
الحقيقه كمان انا جربته في النعناع البلدي ممتاز، جايب نتائج ممتازه. كان عندي نعناع بلدي عطش شويه والحر اثر عليه، بعد الرش جاب معايا نتائج مبهره، اوراق عريضه لون اخضر، نموات كبيره جدا جدا حصلت في موضوع النعناع، شكل مختلف تماما. الحقيقه السكوربيك اسيد نتائجه جباره مبهره ساحره بالنسبه للنبات.